والواحد ما كانش عايز يخلص الحدوته الاولانيه لان فيها تفاصيل ممتعه جدا. نروح للحدوته الاهم والاكبر في تاريخك، انتقالك للنادي الاهلي. اول يوم تدريب مين الفترة دي كلمك الاول؟ اللي كان ماسك النادي ساعتها كان كابتن حسام البدري. أول يوم كان كان طبعا مبسوط جدا وفي نفس الوقت مخضوض. كنت طبعا ساعتها عندي 21 سنة، فإن أنت تروح مكان كبير زي النادي الأهلي وأنت 21 سنة، حسيت ساعتها فعلا إن الدنيا بدأت تضحك لك، إن أنت مع احترامي طبعا نادي الزمالك، إن أنت ربنا يعني ياخدك من هنا لهنا. حسيت ان انت ساعتها يا كابتن شادي دي لا، حاجات من عند ربنا حاجه من بدون عند ربنا تفاصيل بالظبط. يعني انت خلاص، انا كنت بنسبه 90% راح نادي الزمالك والموضوع خلاص، مره واحده تروح النادي الاهلي، فدي تدابير من عند ربنا طبعا. فالحمد لله طبعا اللي الواحد موجود في النادي الاهلي، مبسوط طبعا جدا اللي انا موجود في الكيان ده يعني. رحت تيتشا التدريب، دخلت من انهو بواب؟ دخلت من البوابة اللي هي في وش الأوبرا. اللي في النص بتاعت الملعب السلة، صح بالظبط، كده؟ اللي عند يبقى السلة ركنت في الأوبرا. ركنت في الأوبرا. كان تمام. كان ساعتها ما كنتش اعرف كنتش اعرف حاجة لسه، ما كنتش اعرف ان الباركينج، ما في باركينج في نادي كده. من ورا. ما كنتش اعرف طبعا. دخلت الأوبرا وركنت. بعد كده عرفت ان في جراج في النادي، بقيت اركن في الجراج. مين استقبلك بقى اول حد في غرفة اللبس او أوضة اللبس؟ كان ساعتها كان أيمن أشرف استقبلني وكابتن حسام عاشور والسوليه، كان في كذا لعيب وسام قالوا لك ايه محارب. بقى؟ ايه؟ قالوا لك ايه؟ طبعا احنا اللي بيحصل اللي حصل معايا زي ما انا موجود دلوقتي بيحصل مع اي لعيب جديد بيخش لنا. بيستقبلوني بصراحه وكلهم اتمنوا لي التوفيق ويشد حيلك وربنا معاك، والكلام اللي هو الطبيعي يعني بتاع اي لعيب بيجي النادي يعني جديد. الخضة أخدت معاك قد إيه؟ لا يعني فترة، يعني مثلا قعدت بتاع أسبوع كده ولا حاجة، تحس إن أنت مش مصدق إن أنت موجود في المكان ده. كان وقتها مين مدير كورة؟ كان كابتن سيد. كابتن سيد عبد الحفيظ؟ كابتن سيد ما كان موجود. قال لك إيه بقى كابتن سيد؟ كابتن سيد اتكلم معايا وكابتن حسام نفسه اتكلم معايا، أنا جايبك على قناعة تامة وشد حيلك، أنت لسه صغير، اتمرن كويس وإن شاء الله تاخد فرصة في أقرب وقت. بعد لما الخبر خلاص انتشر بقى اللي محمد شريف راح النادي الاهلي، جالك اي تليفونات تاني لنادي الزمالك؟ مش جالي انا بس، جالي كابتن تامر. كابتن تامر كمان كان كلمني قال لي نادي الزمالك عرض عليا فلوس اكتر. قلت له لا يا كابتن خلاص، انا رايح النادي الاهلي. ازاي؟ ما هو الناس بتقول، الناس الجيل الجديد ده كله بيفكر في الفلوس، ليه ما عملتش كده؟ لا انا النادي الاهلي عندي، انا اصلا اهلاوي من صغري، حلو جدا يعني فاهم. فالناس كانت مفكره شويه ان انا زملكاوي لما مضيت في نادي الزمالك. لا هو انا كان جاي لي الزمالك بس، فطبعا انت كلاعب برضو ما بيجي لك نادي، طبعا نادي الزمالك نادي كبير، فلما جاي لي وانا لسه صغير، فطبعا كنت مبسوط يعني، ما كنتش طبعا زعلان يعني. لما دخل في مفاوضات النادي الاهلي، انا كنت حابب ان انا بكون موجود في النادي الاهلي يعني. طيب هرجع بقى للقصة بتاعت أخدت مباريات إمتى، أول مباراة ليك مع النادي الأهلي، مشيت ليه ورجعت ليه، كل ده عايزين نعرفه، بس عايزك تقول ألو.